تحررت العصية وستنهض من جديد بأفضل مما كانت عليه. سيادة العميد اسمح لي أنت وكل المشاهدين مشاهدة هذه اللقطات الحصرية بعد 3 سنوات من الحصار على هذه المنطقة الرائعة التي كل أهالي هذه المدينة يعرفونها ويتوقون دائما لزيارة الكورنيش، وهذه اللقطات مباشرة الآن من داخل مدينة بنغازي تحديدا المنارة. الصوت غير مسموع، صوتكم يتقطع. ألو. نعم أستمع إليك سيادة العميد آمر غرفة عمليات الكرامة، أستمع إليك في هذه الكلمة ونحن نتابع والمشاهدون وأنتم أيضا كورنيش مدينة بنغازي. نعم تفضل. إن شاء الله كما قلت لك إن بنغازي ستعود أفضل مما كانت عليه. لقد كان هؤلاء الإرهابيون يتعمدون طمس الهوية الثقافية كما أوردت في حديث سابق لإحدى الوكالات، يتعمدون طمس الهوية الثقافية لمدينة بنغازي، ولكن تتظل هذه المنارة التي أمامكم الآن هي الرمز الحقيقي لمدينة بنغازي. ومنذ 3 أيام وقواتنا وجنودنا يقفون فوق هذه المنارة. سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لإرساء الأمن والاستقرار لأهلنا في مدينة بنغازي، وهذه مباني ستعود رغم أنها تحمل ذكرياتنا وطفولتنا جميعا. صحيح. ولكنها ستعود أفضل مما كانت عليه بإذن الله. أشكرك آمر غرفة عمليات الكرامة العميد عبد السلام الحاسي، شكرا جزيلا لك. إذن كما تشاهدون الآن في لقطات حصرية من داخل كورنيش مدينة بنغازي، هذه اللقطات مباشرة الآن، وهذا زميلنا رجب بليبلو. رجب أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بألف خير، وكيف تصف لنا هذه اللحظات الرائعة خاصة وأنك ابن صابري وتقف الآن بعد 3 سنوات من تحرير هذه المنطقة الرائعة، كيف تصف لنا المنطقة وشعورك أيضا؟ نعم هو يعني الشعور يعني ليس شعوري فقط بل هو شعور جميع أهالي مدينة بنغازي وأيضا سكان مدينة بنغازي وسكان تحديدا سوق الحوت والبلاد والصابري، هذه المناطق التي لها القيمة التاريخية الكبيرة والتي هي تعتبر رمز لأهالي بنغازي، وهنا تحديدا هذه هي الحياة البنغازية حيثما أقف تحديدا في سوق الحوت، يعني خلفي مباشرة جامع بن كاطو ومسجد بن كاطو، وأيضا هناك ميدان البلدية الذي يعني يعتبر أسس من ما بعد الحرب العالمية الثانية ودمر في الحرب العالمية الأولى، هناك الجامع العتيق وأيضا الكنيسة القديمة. هذه المنطقة هي منطقة أهل بنغازي فعلا، وهذه هي بنغازي التي يعرفها الجميع. طبعا يميني إذا يعني أخذت الصورة الآن المصور يأخذ منارة خريبيش، وهذه المنارة الذي موجودة منذ الحكم العثماني في ليبيا، هذه المنارة التي تعتبر رمز لمدينة بنغازي ورمز لجميع البنغازيون، ولكن القوات المسلحة تباشر الآن في عمليات التمشيط لآخر ما يعني في هذا المحور. أعلن التحرير من قبل السيد القائد العام ليلة الأمس، واليوم القوات المسلحة تقوم بتمشيط هذه المنطقة لربما الأفراح كبيرة، وننظر هذه الصورة تحديدا حيثما يعانق الجنود بعضهم بعض، وهذه اللحظة يعني التاريخية التي تعبر عنها هذه الصورة وهذه المشاهد بعد 3 سنوات من حصار جماعات الإرهابية لهذه المنطقة. تفاصيل هذه المعركة تحدثنا فيها ليلة الأمس بالتفصيل، هي معركة كانت معركة المفاجآت، وكالعادة عنصر المفاجأة والمباغثة من قبل القوات المسلحة. قامت القوات المسلحة بعملية عسكرية ليلة الأمس، وهذه العملية بعدها مباشرة تم إعلان تحرير منطقة الصابري والبلاد وسوق الحوت. الآن العقيد أو العميد ونيس بخمادة يصل إلى هذه النقطة بعد جولة في وهو يعانق أمر القاطع التواتي هذه اللحظة الآن، وعلى الهواء مباشرة
آمر القوات الخاصة وآمر القطع وآمر الضفادع البشرية، ها هم الآن موجودين على كورنيش مدينة بنغازي، هذه اللحظات العفوية والتي تشرح الكثير لأهالي بنغازي. نعم. هذه المشاهد حيث نقوم ببثها الآن على الهواء مباشرة من أمام المحكمة، محكمة شمال بنغازي. الجنود جميعا الآن يعانقون العميد يونس بوخمادة وأيضا آمر غرفة العمليات وعمليات البلاد وعمليات القاطع. هذه الصور مباشرة ترد إليكم مباشرة من كورنيش مدينة بنغازي. نعم رجاد، كيف هي أو كيف وجدت العاصمة بنغازي؟ دعنا نقول عاصمة الثورة بنغازي. هل تستمع إلي رجاد؟ رجاد، إذن نشاهد الآن هذه الصور الرائعة المؤثرة حقيقة والمباشرة من داخل كورنيش مدينة بنغازي. نشاهد حجم الدبار ولو جزئيا نشاهده الآن خلال هذه الصورة، كيف كان وكيف أصبح الكورنيش، ولكن كل ذلك لا يهم. ستعود مدينة بنغازي كما كانت في السابق، ستعود مدينة بنغازي بفضل رجالها وأبنائها وسواعد كل الناس الرائعين. حقيقة ستعود مدينة بنغازي وستعود المنارة وسيعود الكورنيش كما كان، هذه المنطقة ستعود كما كانت بإذن الواحد الأحد، ستعود بإذن الله. كل سكان الصابري وسوق الحوت وسط البلاد أيضا سيعودون إلى هذه المباني وستعمر هذه المنطقة من جديد، وهذا المكان التاريخي أي الكورنيش سيعود من جديد بلعب الأطفال التي تملأ المكان، أيضا بالباعة المتجولين حقيقة الذي لا يخلو هذا المكان. إذن سنشاهد نحن وأنتم هذه اللحظات المباشرة والحصرية. خلي انتفض عرجونها فالقول لي فايح حياتها دونها، ديب يا عظيمة يا الله افصونها مدك سف سف نسوم جبالة، ديب يا عظيمة برمزة وبنونة هي صوتة هلها سمود جبالة سمسونا خلا خلها يتوازي ينضم إلينا من جديد زميلنا رجب بليبلو. رجب أهلا بك من جديد. جميع أهل بنغازي بمناسبة هذه الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة والشباب المساند للقوات المساندة، ماذا توجه وكيف تعبر عن فرحة اليوم لجميع أهالي بنغازي ولا سيما قوات الخاصة وهي الرمز تعتبر داخل مدينة بنغازي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل وأصح الصلاة والتسليم. نتمنى من الله العلي القدير أن يرحم شهدانا ويسكنهم فسيح جناته، وكم كنا نتمنى من شهدانا أن يشاركونا في هذه الفرحة، ولكن قدرة الله وإرادة الله كانت هي العليا، قدموا أنفسهم قربانا لمدينة بنغازي ولليبيا. كما نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا ونتمنى عودة مفقودينا، نحن ما زال عندنا عرب راهي مفقودة لحد الآن، ونتمنى من الله القدير أن يرجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين. نحيي في هذه اللحظات كل وحدات الجيش المقاتلة التي قارعت الإرهاب وفلول المتطرفين والمفسدين والمخربين والمارقين في داخل مدينة بنغازي. نحيي أبطال وأشاوس قوات البحرية الضفادع البشرية القوة المساندة التي ساندت هذه القوة في اقتحام منطقة سوق الحوت، وهذه المنطقة صعبة جدا ومنطقة ذات أزقة ضيقة، ولكن الحمد لله مكنهم الله من القضاء على فلول هذا الحبيب. كما نحيي أشاوس القوات الخاصة وأبطال وأشاوس كتيبة شهداء الزاوية والقوة المساندة لهم
وباقي الوحدات من وحدات الجيش الذي مارعت الإرهاب. وكان يوم أمس يوم موعود للدواعش في منطقة الصبري وكانت نقطة صفر، وقلنا لهم عطيناهم من كم شهر، قلنا لهم سلموا أرواحكم أطلعوا، ما سمعوش الكلام، خذوا شهر رمضان على حسابهم وخذوا قبل فترة، ولكن أمس حان الموعد للقضاء عليهم. والكلام هذا قلنا لهم في وقت ضيق، قلنا لهم ونحن بنينا، وقلنا لهم ما لهمش مكان في مدينة بنغازي، وفعلا ما لهمش مكان في مدينة بنغازي ولا لهم مكان في ليبيا. هذه النماذج القادرة اللي تم القبض عليها، مجموعات كبيرة جدا تم القبض عليها، وفي اللي تم يقاوم قتال في المعارك، منهم ليبيين ومنهم أجانب، وكانوا يساهموا على ليبيا ويساهموا فينا تطبيق شرع الله ما شرع الله. نحن كأننا كفر وكأننا نزيد ثوى جديد على الكرة الأرضية، ما كأن ليبيا العريقة اللي كانت كلها على المذهب الملكي، ونحن برواحنا اللي جينا بعد أجدادنا والأجيال اللي قبلنا يعني على الفطرة، لأن لقينا أنت شوف يعني الكارثة والطامة الكبرى في كل مناطق ليبيا، تلقى بين جامع وجامع جامع، وما زال يبورونا شرع الله، وشرع الله كيف يبورونا لنا؟ جيناكم بالذبح وجيناكم بالقتل، لكن اللي لقيته الذبح في والقتل في بنغازي شنو شكله، وبنغازي لقيته فيها رجالة من جميع مناطق ليبيا، ونحيي كل القبائل الليبية اللي دفعت بضناها في مقاومة الإرهاب والدفاع لمدينة بنغازي من شتى بقاع ليبيا، من جميع المناطق سواء الشرق سواء الغرب سواء الجنوب. نتمنى من الله العلي القدير التوفيق والمسلحة والرفع من مستواها والوصول بها للمستوى المطلوب لمقاومة كل معتدي وكل جاثم وكل متطرف وكل مخرب يحاول يدخل ليبيا. إن شاء الله عقبنا الشباب، نحن الآن متقدمين في السن، لكن خلفناكم أسود، وإن شاء الله حيمشوا على نفس الحدو اللي مشوا عليها أجدادنا أيام الطليان. أما الدواعش الحقيقة وللأسف ما همش دارسين التاريخ، مش عارفين شنو سير أنا في التاريخ عندنا في ليبيا، لكن تلقناهم درس وزلنا الأقنوم، وما زال عقابكم في ليبيا يا كلاب يا دواعش يا قتلة يا خونة، ما زال مصيركم أسود. والكلام هذا ما تقولوش مخماذا قال اليوم وقت التحرير، الكلام هذا قلت لكم في وقت ضيق، وقلت لكم العطب أخشوكم، والله نوريكم والله نأدبكم. سيادة العميد وقاطعك، لكن الجماعات الإرهابية تستعمل في نفس الأسلوب الذي استعملته في عدة معارك، وهو التفخيخ منازل المواطنين وأيضا التلغيم، يعني يريد تضع أهالي منطقة الصابري والبلاد وتبعث رسائل حول هذه العمليات التي تقوم بها قوات المسلحة من إزالة الغام، يعني هل من تحذيرات يعني لأهالي بنغازي؟ وجه كلمة لسكان الصابري وسوق الحوت والمناطق اللي الآن تم ايش نقول الوصف، يعني تم حك الدواعش، تم دهكهم، مانيش عارف الصوره اللي نعبر بها، تم مانيش عارف، لكن حذر كل سكان منطقه الصابري وسوق الحوت والمناطق، راهو يا جماعه الحشان والمساكن راهي كلها ملغمه، فيه مساكن تفجرت وطاحت حتى عندنا فيها شهداء. أنا عارف أن المواطن يحل بيته ويحل مكان سكنه وعارف أنه مستعجل، ولكن أراه في خطورة دخولكم وإرباك الجيش. نحن الآن صارنا حتى إرباك في 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 الصبري اليوم في منطقة باتجاه التامل، اليوم صارنا في إرباك خشية على الناس المدنيين، والمدنيين مش عارفين الراجل اللي حوش له ثلاث سنوات ما شافهاش يبي يخش عليه. نحن مقدرين ظرفه، ولكن حذر عدم الاقتراب من مساكنكم، راهو اللي كانوا فيها مفسدين مخربين، لا يحللوا لا يحرموا، مفخين الدنيا كلها، مفخين الزليس، مفخين مفاتيح الضي، الابواب، النوافذ، كل شيء مفخخ. فنرجو من الناس ان تريت شويه لغايه ما افراد الهندسه يقوموا. نحن انتم عارفين حتى الهندسه، نحن 80% من افراد الهندسه تم استشهادها في سبيل تقدم الجيش، فنبغى من الناس ان يساعدونا شويه، تحملونا شويه. والحقيقه ان نحيي عرب بنغازي تحيه كبيره لصبرهم، ل
لمعاناتهم لرقادة ريحهم. عزيزنا اللي تحملن رقادة الريح وتحملن اعطاب الزقر وتحملن ما فيش فلوس ما فيش جوين ولا الاسعار. نحيي في هاللحظات كل عرب بنغازي بصفة عامة ونشكرهم على صبرهم. وراه صبر عرب بنغازي هو اللي وصلنا لهالمستوى فوق روسنا. اللهم طرابلس بارك الله فيكم. اللهم طرابلس ان شاء الله خير. والله طرابلس ان شاء الله خير. تو غير خلينا كل شيء نريحوا نتهنوا على بنغازي وننظفوا بنغازي بعدين لان ما زال عندهم كلابره وفي اللي هرب وفي اللي قاعد في كارس. خلينا ننظفوا القتلب انا مسميهم القتلب بعدين سهل. حيي سيد القائد العام قوات مسلحة كما نحيي سيد رئيس أركان ونقول لهم مبارك النصر ونتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا سيادة العميد ونيس بخمادة أمر القوات الخاصة. الآن ننتقل إلى أمر القاطع سيادة النقيب. أولا يعني كيف رأيت سير العمليات العسكرية وأيضا نحن شهدنا هذه العملية العسكرية يعني مثلما تحدث سابقا سيادة العميد وقال يعني بالعامي فطور ضحاها. هل أنت تؤكد هذا الشيء؟ نعم. أولا لا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أستبطر شبيب الرحمة على شهدائنا الأبرار كذلك تعادي جرحانا البواسل بالشفاء العاجل. كما أني أنوه هنا وأبعث سلام وتحية إلى أهالي الشهداء بالكامل وأبلغهم بأن تضحيات أبنائهم لم تذهب هباء وأن رفاق الشهداء قد أوفوا بالعهد وأكملوا المشوار. تحديدا المهمة كانت صعبة جدا في ظل ظروف المعركة وهي منطقة سكنية مكتظة بالمباني والمباني العالية والشوارع الضيقة وكانت تعطي أفضلية للعدو من حيث التفخيخ والتمركز بالعمارات العالية لصد أي تقدم لقواتنا. ولكن بفضل الله وحده وتضحيات الشهداء والإصرار والعزيمة التي كانت في كل الجنود والقادة بإكمال المشوار وتحرير هذه المنطقة وإعادتها إلى حضن الوطن كان العمل شاقا ولكن أنجز ولله الحمد. حيث كانت في بداية الأمر التقدمات بتقع بوتيرة بطيئة نوعا ما كذلك الاعتماد على المشاة فقط ولكن ما أن تمكننا من فتح الثغرات حتى استطاعت قواتنا أن تصقر صقرة قوية سواء القوات الخاصة البحرية والمجموعات المساندة لها كذلك القوات الخاصة الصاعقة وشهداء الزاوية كذلك. يحضرني من هذا القطاع الخاص بنا من هنا من محور سوق الحوت الكتيبة 106 مجموعة أسرية ثانية دبابات الكتيبة 106 أسرية أشباح بوديمة كذلك المجموعات المساندة بأمرة العميد كامل الأحصادي إدارة صنف المشاة والمدرعات وقوات البحرية بجميع فصائلها وسرية وكتيبة 240 سرية الإسناد الخاصة بمحور سوق الحوت. كان بفضل الله العمل الجماعي ومنظم وكان الحديد الحقيقة يعني من رمضان بدينا في التقدمات عليهم والحمد لله وفضل الله يعني وصلنا لهذه النقطة والتقت القوتين الآتية من اتجاه الصابري ومحور سوق الحوت بهذا اليوم من يوم أمس والحمد لله أتم جنودنا المهمة على أكمل وجه وبعمل حرفي. وأعتقد أن هذه العمليات اللي حصلت أنا تدرس حتى تدرس وكذلك نتوجه بالشكر للقيادة العامة سواء في سيد القائد العام للقوات المسلحة وسيد عام غرفة العمليات تحديدا وهذا النصر كل ذا بالصبر والتوجيهات الرشيدة منهم وتضحيات الأبطال كذلك. نهنئ أهل بنغازي بالكامل بعودة هذا الجزء من بنغازي إلى حضن الوطن وأن لا خوف عليهم بعد اليوم وأن القوات المسلحة قدمت هذه التضحيات وبدأت هذا القتال العنيف تلبية لرغباتهم وتنفيذا لأوامر شعب بنغازي وشعب ليبيا بالكامل ودمتم ودامت ليبيا بخير. شكرا جزيلا سيادة النقيب. الآن ننتقل إلى هذه الصور المباشرة والحصرية لمحور الشمالي بعد بسط سيطرة القوات المسلحة على هذه النقطة بالكامل. خليتوا
خلها يتوازوا الرجال، خلها يتوازوا.